نرحب بحضراتكم مره تانيه، زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه الحلقه عن الموسم الرمضاني بالنسبه للدراما. 10 ايام عدوا خلاص من شهر رمضان، 10 حلقات كمان من المسلسلات عدت، شفنا فيهم تميز الحقيقه وابهار واختلاف في كل المواضيع اللي هي كل المواضيع بالمناسبه اللي هي كمان قويه، شفنا اختلاف في كل التفاصيل حتى الصوره كمان زي ما كنا بنتكلم يا صحيح احمد جدا. منذ قليل الصوره نفسها اختلفت، حصل عندنا تقدم وطفره في الصوره المعروضه وجوده الصوره. ده هي شفنا يمكن كمان اعمال دراميه مختلفه، شفنا جعفر العمده، شفنا يعني مسلسلات وطنيه زي مسلسل الكتيبه 101، وكمان اعمال دراميه لو هنتكلم على الكبير قوي الجزء السابع ومسلسل الصفاره اللي يمكن انا شخصيا متحيز ليه من كتر ما هو عاجبني، وعاجبني تغير الشخصيه من جزيره غمام لجعفر العمده ومسلسل ضرب نار. يعني في الحقيقه شفنا اعمال دراميه كتير متنوعه في هذا الشهر ده تحديدا، وكلها على مستوى تقريبا واحد من المنافسه. صحيح، يعني كل المسلسلات الحقيقه زي ما كنا بنتكلم كمان في الاول سريعه جدا، ايقاعها سريع جدا، الصوره حلوه جدا، الموسيقى التصويريه خدمه العمل بشكل كبير جدا، حتى ضيوف الشرف اختيارهم كمان الحقيقه هايل في معظم الاعمال. يعني انا مش هقول رايي، انا هسال طبعا ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر استاذ احمد سعد الدين، هيتكلم معانا بقى على كل تفاصيل المسلسلات، مسلسلات كتير جدا ودراما تاريخيه ودينيه واكشن وكوميدي واجتماعي كل حاجه. طيب في البدايه طبعا ارحب بيك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، اهلا وسهلا. هو طبعا السنه دي في رمضان نقدر نقول المائده متنوعه. صحيح، فيها الميلودراما، فيها الكوميديا، فيها الاجتماعي، فيها حاجات كتيرة جدا. لما باجي اشوف انا عندي 30 مسلسل، باجي اشوف المستوى دلوقتي وصل لايه، لا هناك تطور كبير جدا، ويمكن ظاهر كمان في الموضوع او في الجانب التقني، في الاخراج، في التصوير، في المونتاج، في الموسيقى التصويرية، في الكلام من ده ظاهر بقوة. أضاف ليهم يمكن قبل الهوا كنت بتقول لنا أن لفت نظرك قوي فكرة التصوير تحديدا، كمان تصوير السنة دي أقدر أقول أن أنت نقلت الصورة السينمائية كما هي إلى شاشة التلفزيون، وهنا بقى الفارق كبير جدا. مكان لما كنا بنشوف تصوير التلفزيون بالثلاث كاميرات بالشكل الكلاسيك، النهاردة الصورة بقت جذابة بشكل كبير جدا، بقت صورة درامية، الإضاءة بتلعب فيها دور مهم جدا. لو انت داخل على مشهد في حزن مثلا، الإضاءة نفسها بتديك الشعور بالإيه؟ بالحزن، تديك الشعور بالفرح، تديك الشعور بالتشتت، الكلام من ده. الصورة هنا موظفة بشكل كبير جدا جدا، و يعني حقيقة أكتر من ممتازة. تقنيات، يعني ده بيرجع لتقنيات حديثة مستخدمة ولا كوادر بشرية؟ يعني نقدر نقول إن إحنا أمام شركة وهي الشركة المتحدة التي تمتلك تقنيات حديثة أم تعتمد على كوادر بشرية؟ شوف، في حاجة أساسية، مهما كانت التقنيات في أعلى درجاتها، الكادر البشري هو قائد العملية. صحيح. ليه؟ التقنية بتساعد، انت لما تجيب كاميرات حديثة، تجيب إضاءة حديثة بتساعد، لكن من يستخدم هذه الايه التقنية تفرق كتير جدا. فهنا الاثنين مشوا بشكل متوازي، لان انت عندك الكوادر السينمائية الاكتر دخلت الجانب الدرامي التلفزيوني، فابتدينا نشوف الصورة السينمائية تنتقل لفين؟ للتلفزيون. في نفس الوقت التقنيات أصبحت موجودة، وأصبح في كاميرات وفي إضاءات وفي حاجات كتيرة جدا يمكن طورت بشكل كبير. هذا الجانب مع العنصر البشري فرق كتير جدا. طيب مسلسلات لحد دلوقتي بداية قوية جدا، سريعة جدا، أعتقد تخلصنا بشكل كبير من فكرة الإطالة أو المط الدرامي اللي احنا كنا بنعاني منه الفتره الحقيقه عشان نقدر نكمل ال 30 حلقه في المسلسلات. دي كانت مشكله قبل كده، ان التيمه ممكن تنفع لسباعيه او 15 حلقه، نفضل نشد فيها نشد فيها لحد ما تعمل 30 حلقه. هنجيب ال 30 هنجيب ال 30. ما هو ده كان اساس، ودي كانت مشكله، ان انت في ساعات كنت تلاقي ان المسلسل بيكرر نفسه زياده عن اللزوم. في حلقات بتعدي ما حصلش حاجه. وفي حلقات كانت فاضيه. بالظبط. فطبعا دي كانت بيحصل نوع من الملل.
صحيح. السنة دي أعتقد أن الأحداث أكتر إيقاع السرعة فيها أعلى، شغالين عليها بقى لفترة، فحاصل هنا بقى اتشد المشاهد انجذب بشكل كبير جدا لهذه الأعمال، بقى عنده نوع من أنواع التشويق، عاوز يعرف إيه الجديد بالزبط. اللي موجود. طيب لو هنتكلم على أستاذ أحمد وبعين الناقد الفني، 10 أيام نقدر اللي احنا نفند فيهم الأعمال الدرامية اللي موجودة في شهر رمضان. لو هنتكلم دلوقتي على الأعمال الكوميدية وعندنا ميكي وأحمد أمين، بنتكلم على الكبير قوي الجزء السابع، وبنتكلم على الصفارة، وإن كان في تحول في شخصية أحمد أمين من جزيرة غمام للصفارة، شايف ده إزاي؟ وأيهما يعني في المرتبة الأولى، الصفارة أم الكبير قوي من وجهة نظرك؟ طيب قبل ما نتكلم على الكبير قوي، تعالى نتكلم على أحمد أمين كممثل. أحمد أمين ممثل كوميدي في الأساس، كوميدي بشكل كبير. صحيح. جدا، وحقق نجاح بشكل كبير. جينا السنة اللي فاتت واللي قبلها ابتدينا نشوف أحمد أمين بشكل تاني خالص. صحيح. خاصة في جزيرة غمام، الحياة بقى الصوفية والزهد ولا آخره، اللي هو خرج تماما، يمكن ما كانش عنده مشهد واحد كوميدي. صحيح. قبليها كان عامل حاجة على المنصات برضو بعيد تماما عن الكوميديا، ونجح نجاح منقطع النظير في هذا الجانب. النهاردة بيرجع تاني لحياة الكوميديا اللي هو بيحبها. إذن أنا قدام إيه؟ أنا قدام ممثل قوي موهوب، اللي قادر يروح منطقة ويرجع يروح منطقة تانية، بيعرف يوظف أدواته، بيعرف يوظف أدواته. بالإضافة لهنا بقى النص أو السيناريو، السيناريو خدمه ولا لا، خاصة إن هو بيعمل شخصيات، بيروح لشخصية ويرجع. صح. العنصر الزمني عنده فيه تفاوت، هذا التفاوت بيظهر براعة الممثل ولا لا. بالإضافة إن أنت كمان في الكوميديا، أما بتحب ممثل كوميدي، مجرد ما يقف قدامك لو ما عملش حاجة. صحيح. أنت ممكن تبتسم أو تضحك. فمن هنا أحمد أمين واخد خطوة للأمام بشكل كبير. لا بس برضو ممثل كوميدي حتى لو ليه شعبية وجماهيرية كبيرة، لو ما قدرش يحافظ على الشعرة ما بين الكوميديا والاستخفاف. صحيح. بيفقد جماهيريته، لان احنا شعب بيقدر. حته ثانيه خالص، بنتكلم على الممثل الموهوب. بالظبط. فاحمد امين هي دي فكره فعلا حضرتك بتتكلم فيها. الممثل الموهوب يمتلك ادواته. صحيح. بالاضافه لاختياره للسيناريو. لو السيناريو وحش، الممثل ما يقدرش ايه يسنده مهما كان، فهنا حصل تكامل. نيجي بقى للكبير قوي. صحيح. السنه اللي فاتت كان الجزء السادس، وكان في قبلها يعني فتره كده من الايه ارتخاء شويه. صحيح. السنه اللي فاتت شدت العمليه بشكل كبير جدا، وجابوا شخصيه جديده اللي هي الفنانه رحمه احمد، اللي عملت مربوحه، عملت انطلاقه كبيره قوي. كله بقى استناها السنه دي ان هي دماء جديده. يعني هتعمل نقله غير طبيعيه. هاجي اشوف ان هي عامله شخصيه حلوه، احمد مكي عامل شخصيه شخصيته وعامل شكل جميل، لكن ما فيهاش الايه الخطوه القفزه للامام بشكل اكبر. اكبر. فقال لك لا، طب ما السنه اللي فاتت احسن، هو نفس المستوى بس ما اخدش القفزه. بالظبط. واحيانا الثبات على النجاح ده في حد ذاته نجاح. هو الثبات على النجاح لنفس المستوى ده نجاح. لكن هنا الصعوبه عند مكي ان الجمهور كان مستني منه المزيد. يعني بالظبط زي ما انت فريق كوره لازم يكسب 10-0، ازاي يا جماعه ما كسب 2؟ لا. صحيح. بس يحسب لميكي ايضا كمان في الكبير قوي في الجزء السادس السابع تحديدا، ان هو كان بيناقش قضايا اجتماعيه شائكه المسلسل. يعني امبارح مثلا لما اقتحم فكره البلوجرز وفكره اللي هو ده بيصنع ازاي الفولورز والكلام ده كله، وان مش لازم يكون الموضوع حقيقي اللي انت بتشوفه، احيانا بيبقى مصطنع علشان تقدر ان انت تجيب نسب متابعه، اعتقد دي قضيه في حد ذاتها شائكه، ما كانش حد يجرؤ انه يقتحم. احنا عدى برضو 10 ايام، يعني مكي دايما احنا متعودين هو بيفاجئنا. بيطلع طلعات كده بتفاجئنا في الاخر، ودايما الرهان عليه الحقيقه كسبان. بس انا هرجع تاني لاحمد امين. واحمد امين كنا بنتكلم في الاول يمكن على فكره الادوار الثانويه، او حتى الادوار اللي بتبقى مش بطوله. اختيار مثلا طه الدسوقي خطير، ممثل كوميدي عامل دوره حلو جدا. حاتم صلاح كمان اللي هو دور نفادي في الكبير،
برأيك ايه في اختيار الادوار الثانويه في المسلسلات؟ ولو هنتكلم عن احمد امين وباقي المسلسلات، هنا في النقطه مهمه جدا اللي هو المسلسل عشان يبقى متكامل لازم احط كل ممثل في الدور بتاعه، وممثل يكون قد الدور ده بشكل كبير، مالي مكانه، مالي مكانه. والادوار الثانويه وضيوف الشرف في اوقات كتيره هي اللي تسند، وده اللي انت بتحمل عليها ان البطوله ايه تكتمل. دي مهمة مين؟ مهمة المخرج. مش صحيح. مهمة النجم، أحمد أمين بيأدي دوره، لكن مهمة المخرج اللي هو إزاي يختار دور أو يختار شخصية لأداء هذا الدور وينجح فيها أو يوظفه بشكل صحيح 100%. إحدى مهام المخرج إدارة موهبة الممثل. صحيح. عشان كده في بعض المخرجين ممكن يغير في شخصية ممثل، ياخده من دور كوميدي يحطه في دور تراجيدي تماما. صحيح. ده اللي حصل مع جعفر العمدة محمد رمضان. انا الحقيقه قبل شهر رمضان كنت متوقع النجاح الاكبر لمحمد رمضان. ليه؟ محمد رمضان ممثل اكتر من رائع، نجم. صحيح. كبير جدا. مشكلته في السنين اللي فاتت ان بيدخل التصوير والورق مش جاهز. احنا حسب ما قرينا والنهارده بنتاكد ان هو دخل تصوير هذا المسلسل وال 30 حلقه مكتوبين. فالتصاعد الدرامي والاداء ماشيين مع بعض بشكل رائع. بالاضافه ان ايه، في الاول 3 حلقات كده الناس قالت بس ده متجوز 4، ده هو الحاج متولي، هو خط اخر بعيد عن الحاج متولي. صحيح. تمام. ومحمد رمضان داخل في الشخصيه بشكل المنطقه اللي بيحبها، بالإضافة للكيمياء اللي بينه وبين محمد سامي، عاملين مسلسل جميل جدا. وأداء محمد رمضان وأداء كمان الأربع ستات، لا دول لوحدهم. لا 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 حقيقي يعني أنا هقول لك الحقيقة، أنا يمكن ما كنتش من يعني كنت محمد رمضان نجم كبير بكل تأكيد، ليه جمهور وجماهيرية عريضة جدا، بس أنا يمكن وأنا بحاول أعمل ليست كده في بداية رمضان هتفرج على إيه، يعني كان في النص مش هلا صديق. يعني لا مش فكره هلا صديق، بالعكس العمل كله على بعضه. فكره المساحه اللي كل ممثل واخدها، اللي كل شخصيه واخداها، طبعا جعفر العمده اللي هو محمد رمضان واخد مساحته، لكن في مساحه لهالة صدقي، في مساحه لمنى فضالي، في مساحه لكله، في هالة صدقي بالظبط. يعني هالة صدقي مفاجاه الموسم السنه دي، اقدر اقول هالة صدقي واخوه كمان. الفنان اللي عامل دور الاخ سيد، لكن هالة صدقي مفاجأة الموسم ده. أحمد كريم فهيم. فهيم. أحمد فهيم تقريبا. فهالة صدقي هي المفاجأة بالنسبة لنا، اتغيرت في الأدوار بتاعتها وطلعت بقى الأم أو الحما والصعوبة وطريقة الكلام. بالإضافة إن عندك مي كساب عاملة دور حلو جدا. صحيح. منة فضالي عاملة دور جميل جدا يمكن ما عملتوش قبل كده. صحيح. إيمان العاصي وهكذا. فمحمد رمضان عامل مسلسل جيد جدا ومتكامل. اعتقد ان ده من اوائل على راس الليست هنلاقي جعفر العمدة. صحيح. طيب عاوز اسالك، يحسب لدراما رمضان هذا العام ان هي صدرت للشاشه وجوه شبابيه جديده بعد فتره كبيره من الاعتماد على النجوم الكبار فقط؟ النهارده احنا اصبح عندنا جيل جديد قادر على المنافسه وقادر فيما بعد او في فتره زمنيه قليله اللي هو يشيل اعمال دراميه لوحده. شوف خلال السنين الاربع سنين اللي فاتوا كنا بنشوف نجوم كتير جدا مشاركين في المسلسلات. دلوقتي الشباب دول ابتدوا ياخدوا خطوه للامام. صحيح. فابتدى ان انت تقدر تعتمد عليهم. يعني ابسط شيء، احنا لسه بنتكلم على احمد امين. أحمد أمين من سنتين أو من ثلاثة ما كانش موجود على الساحة، ما كانش مصنف. صحيح. لكن النهاردة أصبح بيقوم ببطولات. تمام. وهكذا. باستثناء أصلا ما أقدرش أقول إن كلمة شباب اللي هو شباب السن، ما ممكن الشباب ده وجه جديد. صحيح. في عمر كبير، يعني بيومي فؤاد ما هو ظهر وهو كبير. سيد رجب ظهر وهو كبير وهكذا، لكن هو استغل الفرصة وأخذ مكانه في الصدارة ولا لأ؟ هنا أقدر أقول كتر المسلسلات واعتماد المخرجين على ان انا عايز بقى ايه يا جماعه، عايز وجه جديد او عايز شكل اخر في العمل. فافرز مجموعه كبيره جدا جدا
من الممثلين الجيدين اللي سواء دلوقتي او كمان سنتين هنشوف ان هم هياخدوا خطوه في الصداره اكثر. ده اكيد. الحقيقه احنا دايما بنستمتع والله في يعني في الحديث مع حضرتك وفكره مناقشتنا للاعمال الدراميه دايما والدراميه طبعا والسينمائيه بنستمتع في الحديث معاك طبعا الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين. نشكرك جزيل الشكر وزي ما حضرتك قلت باقه متنوعه وجبه دسمه جدا بتقدمها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، مسلسلات كتير جدا، نجوم كتير جدا، موضوعات مختلفه طول الوقت. وشفت شايفين طفره الحقيقه في حتى مستوى الدرامي للمسلسلات السنه دي. على اي حال نشكر حضراتكم جزيل الشكر. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله بكره نكون معاكم في نفس الميعاد. نشكرك يا جوانا وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعه والى اللقاء في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر غدا من الساعه 8 صباحا.